السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسام دي. هذا النهار ان شاء الله غنقدموا واحد الموضوع اللي مهم ومهم بزاف للناس اللي عاد بادين، يعني معلومات هامة لكل مبتدئ يريد ان يربي ارانب. شحال من واحد كيبغي يدير ارانب ولكن ما كيعرفش يعني واحد المعلومات تكون عنده في الراس، يعني باش غادي يبدا، يعني كيفاش يعني سمو هذا المشروع، سمو الاسس ديالو، سمو خاص. عموما انا خديت واحد النقاط يعني دونتها باش نوريها لكم. كاين اول حاجه وهو اختيار المكان المناسب، يعني خاص مثلا يكون واحد الدار او واحد الارض عندهم واحد البلاصه، تخصيص لواحد المكان لهاد الارانب. كيفاش خصو يكون؟ خصو يكون اولا يكون جيد في التهويه، وخصو لابد ما يكون فيه في الحقيقه اطلاله على الشمس. الشمس ضروري ضروري للارانب. وهاد المكان هذا، هذه مهمة هاد النقطة هذه، وهي أنه يخصو يكون ما فيش شي ضجيج، مثلا يكون حدا شي سدور، حدا شي مصنع كيدير واحد الضجيج يعني غير محتمل. هذاك الأرانب ما كيكونوش مزيانين، خصهم هما واحد البلاصة فيها الهدوء. تاني حاجة وهي القفص. القفص شحال من واحد كيمشي كي إما كيربيهم في الأرض، وهذا في حق الرومي، بعد خاصو ليكاج. ليكاج اما يصوبوا عند الحداد، اما يصوبوا بوحدو كما قلنا في فيديوهات سابقين، على حسب كيفاش يدير الكاج، يبنيه بوحدو يعني بدوك الكرياجات ديال الثلالج، يلاصق شي معاشي على حسب الامكانيات. او اذا كنتي باغي دير مشروع وعاد بادي، سير صوبوا عند الحداد بواحد المقاييس اللي بغيتي نتايا، على حسب الحجره اللي غادي تخدم فيها، على حسب بزاف ديال الحوايج. القضيه ديال الكاج، حاولوا انكم ما تشريوش شي حاجه مستعمله، يعني تمشيو لا فيراي تلقاو واحد الكاج، او من السوق لقيت واحد الكاج كيبيعوه تمشيو تشريوه. هذه قليل فين شي واحد كيكون يعني متقي الله، لان اغلبيه كيكون فيهم واحد يعني اما الجربه اما شي حاشيش. المهم اغلبيه كيكون فيهم الجربه، يعني انت كدير الارانب ديالك وهما كيبداو يتصابوا لكم بالامراض، لان الكاج كان فيه المشكل ومولاه ما عرفش كيفاش يتعامل مع المشكل وبغى يبيعه. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه، حنا دزنا دابا الارانب، شوف شفنا دابا المكان والبلاصه اللي غادي يعيشوا فيها. اما دابا الارانب، خص ضروري اختيار شي سلاله تكون يعني من الاول ما تعذبكش. لان كاين السلالات اللي كيعذبوا، كاين السلالات واخا يكونوا اذا كان شي واحد محترف، وخا سلالات عاديين يقدر يتعامل معاهم. السلاله الجيده في الحقيقه عندي انايا هي شانشيلا. شانشيلا كما هذه، سمحوا لي انا غادي نبينها لكم، ها هي راها متكيه تما. انا عندي دابا منها تبارك الله جوج، ثلاثه عندي، ثلاثه كنخدم بهم مزيانين، يعني ما كيعذبوش، امهات مزيانين. قليل فين كتلقى شي ام شانشيلا اللي ما صالحاش. بالنسبه للذكر، من الاحسن يكون بابيون بحالاش، بحال هذاك، راه هو هو انتم شوفوا تبارك الله، خصو يكون باين فيه الفحوله، باين يعني كيبان هذا، ها هو هو مزيان تبارك الله، هذا هو شانشيلا كحل. ولكن بابيون في الذكر شي حاجه مزيانه، انتم كما كتشوفوا كتكون عنده واحد الزواقه بين عينيه وظهره، حتى هو كيكون مزوق، هذاك هو البابيون. بالنسبه للسلالات، احنا هضرنا على السلالات بالنسبه للانثى وبالنسبه للذكر. القضيه ديال السلالات، من الاحسن ما تشريوش انثى وذكر من نفس النوع. علاش؟ لان باش يعطيكم سلالات مختلفه، يعطيكم يعني واحد السلالات اللي تقدروا تخص، يعني هذيك السلالات تخرج لكم مناظر اخرين. مثلا انتم شريتوا شانشيلا تعطيكم بابيون، المهم الى غير هاد بقيتوا كتلعبوا ما بين شانشيلا وبابيون راكم مزيانين. هادو السلالات في الحقيقه راهم صادقين في المغرب، بعدا بالنسبه للحراره وبالنسبه للبروده كيحتملوا، كيقر فيهم الدواء، الا درتي فيهم الدواء كي دغيا دغيا كيأثر فيهم الدواء مزيانين. بالنسبه للنقطة الرابعة وهي العلف، خصكم العلف يكون ماركة مزيانة، يعني من الأحسن تشريو السيكاليم، يعني بالجملة تشريو بالجملة. علاش؟ شريو خنشة ديال 25 كيلو. علاش؟ لأن كطيح شوية الخس، خنشة ديال 25 كيلو كطيح بشي 95 درهم، على حساب 76 ريال الكيلو.
ملي كتشريو يعني بالتقسيط، يا اما كيكمل لكم قبل من الوقت، يا اما سميتو بعدا كيطيح غالي، كيولي طايح تقريبا 5 دراهم، كاين اللي كيبيعو 5 دراهم، كاين اللي كيبيعو 4 دراهم ونص. المهم ملي كتشريو الشكاره الخنشه ديال 25 كيلو كتهناو. سميتو النقطه الخامسه وهي الماء. الماء ضروري يعني يكون عندكم، اما يكون عندكم بحال مثل هاد الشرابات ها هما، اما الطاسات هكا ماشي مشكل، ماشي مشكل الشرابات او الطاسات ماشي مشكل، لان الشرابات قلالين كاين قليل فين كيتباعوا هنا في المغرب. المهم نتوما ديروا الطاسات بحال هكا، وحاولوا انكم تنقيوهم ديما، هذه مساله ضروريه، يعني التنقيه ديال 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 الماء ضروريه، يعني خص يكون بعدا متوفر عندكم الماء في ديك الاخر. وسميتو من الاحسن تقطعوا بحال هاد الطاسات هادو هما صادقين مزيان، هذوك البويض الشفافه كي هما كياكلوهم كي 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 بحال هانتم شو هنا، راه واكله منها واحد شويه، راه واحد الطرف واكله. اذا كما قلنا ضروري يكون الماء ضروري يكون عندكم، هذا البلاصه اللي غادي تربي فيها الارانب ضروري يكون فيها الماء. كاينه نقطه واحده اخرى اللي هي الادويه، خص المربي يكون ملم بالموضوع ديال الادويه، يعني غير تكون عنده واحد الفكره كيفاش هاد الادويه. شحال من واحد كيقول لك لا راه سميتو الادويه صعيبه، يعني اسمو غادي واش ندير ليبره، ملي كيسمع ليبره كيتخلع، كيصحاب بلي راه بلي راه شي حاجه كبيره باش غادي يدير هاد ليبره. ليبره راه كديروها مره في العام، وماشي غاليه، راه ليبره رخيصه. وتا الا بغيتو تشريو بالديطاي، يعني ما عندكمش بزاف الامكانيات باش غادي ديروا بزاف ديال الارانب، من الاحسن تكون عندكم غي جوج ذكور، جوج نتوات مثلا وذكر. راه كاين الفرماسي، انا فرماسي بيطاري اللي كيبيع الابره بالديطا، يعني كيعطيك سنتيم او نص سنتيم بحال دابا هذا الحجم هذا. هانتوما راني عندي تما شي واحد الحجم، يعني ديال 3 شهور، باقي ما كملوش 3 شهور، عطاني نص سنتيم، قلت لهم نص سنتيم ماشي مشكل. وسميتو يعني كتدونوا هذيك التاريخ فوقاش لقيتوا الابره، وكتسناو عام على قدو. اما بالنسبه للخلفات عاد جداد، كاين السيرو، صافي السيرو ساهل، كديروا لهم ب 10 دراهم، كديروا لهم مده 3 ايام، من بعد عاد الانسان كيبقى يكتسب تجارب، يعني بالفيتامين شي ادويه. وكاين عاوتاني الخل اللي هو ساهل، على حسب الكرش ديالهم اللي كيتصاحبوا بالاسهال، واخا ما يتصابوش بالاسهال ديما واحد شويه قطيره ديال الخل وحطوها. قضية النقطة السادسة وهي النقطة عفوا السابعة، أولا بعد الليبرا خصو يعرف بلي راه كاين ليبرا ديال التسمم الدموي. التسمم الدموي كتضربها في العام، عام على قدو كتضرب فيه إبرة كتقيدها، وكتصبر حتى العام الجاي عاد كتدقها في نفس التاريخ وصافي، وما كيبقاوش يجيو الأمراض سهلة. اما النقطة السابعة هو خاص يكون عندك ميزان، ضروري ميزان باش منين تبغي تفطم، خمسة ديال 5 كيلو مزيان، ميزان ديال 5 كيلو باش منين تجي تفطم. من الأحسن يكون عندك ميزان باش تعرف راسك اش كدير، وعاوتاني منين تبغي تبيع مثلا، عندك واحد الخلفة وكبرتي وعندك واحد قليول شوية وواحد يعني وافي، ما يمكنش تبيعو بنفس الثمن، كيكون عندك ميزان. نقطة واحدة أخرى وهي ضروري الإنسان قبل ما يدير الأرانب يكون عنده واحد 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 الوقت مخصص للأرانب، مثلا يكون كيخرج مع 12 الوقيتة ديال من 12 لجوج، ولا في العشية، ولا ديما عنده واحد الوقيتة مخصصة على الأقل ساعتين. سمو غادي يدير في هاد الساعتين وهي النظافة، أول حاجة ضروري ينظف عليهم كل نهار، كل نهار خصو يخصص واحد الوقت ديال باش ينقي عليهم. عندك ساعتين، الساعه الاولى تقريبا غير كيتفقد الارانب الماء، يعطيهم الماكله الا ناقصهم شي ماكله، يبدل الماء بحال هكا. والساعه الثانيه ضروري ان ينقي، لان الاساس ديال التربيه ديال الارانب وهي حاجه واحده وهي التنقيه، يعني النظافه، خص ينظف اي مكان ينظفه، يكونوا ديما
هو غادي يحس براسو الا كان كينقي، غادي يحس براسو ان الانانيب ديالو صادقين 100%. اذا كاينه واحد النقطه عاوتاني ديال تخصيص الوقت ديال ساعتين في اليوم. كاين نقطه واحده اخرى وهي كيفاش غادي يقدم الوجبات الانانيب. كاين اول حاجه وهي انك خصك دير سميتو جوج وجبات، واحده في الصباح وواحده في العشيه. ماشي غادي تشوف الاكل وغادي تبقى فيه ما يكمل لهم الاكل تعطيهم، لو خا تشوفهم قبل لهم الاكل هدا عليهم، خليهم راه غادي يجوعوا مزيان، غادي يبقاو يتركلوا، ملي غتعطيهم الاكل غادي تحس بهم كياكلوا. وخصو يعرف باللي مثلا المقدار اللي غادي يعطيهم. انا بعدا كنعطيهم طاس ديال دانون بلا ما يعبر بلا والو، طاس ديال دانون واحد في الصباح وواحد في العشيه، طاس ديال دانون هادشي الكبار. اما الصغار ضروري يكون طاس ديال دانون في النهار كامل، تعطيهم طاس ديال دانون وشويه ديال الربيع هكا بما يتشمش. المهم هذه بالنسبه لتقديم الوجبات، جوج قلنا جوج مرات في اليوم. واخيرا وهذه نقطه مهمه وهي يكون عندك واحد المذكره باش تقيد فيها توقيت ديال التزاوج، فوقاش تزوجوا، يعني باش تقدر تعرف فوقاش غادي تولد ولا مشات فاتها الوقت. يعني كيفاش غادي تتعامل مع 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 الامور. خصك تعرف باللي راه الانثى ديالك فوقاش غادي تولد تقريبا، حنا كلشي ديال الله ولكن بالتقريب فوقاش غادي تولد. خاصو يكون عندك مذكره تقيد فيها فتره ديال التزاوج والفتره فوقاش داروا التلقيح ديال الدواء. عشان هذاك خاصو يكون عندك مذكره مقيد فيها وفوقاش العمر ديالهم، يعني الصغار تعرف فوقاش العمر ديالهم باش تعرف فوقاش النتوى تقدر تعطيها صافي راها اكتملت جنسيا، خصها الاعضاء الجنسيه ديالها راه صافي اكتملت، غتعرفها بالوقت ماشي بالكيلو ولا كما كيديروا، لا غتعرفها بالوقت. بالوقت خصها يكون عندها 4 شهور او 5 شهور، والذكر خصو يكون عنده 4 شهور. ولكن داكشي كيفاش غادي تعرفو؟ خصك تكون مدونه في واحد المذكره. اذا هذا هو الخلاصه ديال اي واحد بغى يربي، واخا يكون عاد جديد او الناس اللي عندهم ارانب. كنظن ان هذه فكره شامله على حسب التربيه ديال الارانب. اذا الى اللقاء في الحلقه المقبله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. تكيو على زر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ان شاء الله.